السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض ملامح الريف المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نشاهده هذه القواقع الأرضية. كما نشاهد هذه تسمى رخويات التربة. واضح لأننا في الصباح الباكر القوقعة أخرجت الكائن الحي الذي بداخلها لكي يتغذى. القواقع الأرضية أو رخويات التربة هذه الآفات تهاجم المحاصيل. هذه القواقع الأرضية تنشط ليلا أو في الصباح الباكر، وخاصة ونحن مع بداية الربيع اليوم الثالث من مارس 2021، وتكثر هذه القواقع الأرضية مع بداية الربيع. يبقى نحن مع أوائل الربيع والقواقع الأرضية تنشط كما نشاهد. أما في الصيف فهذه القواقع الأرضية تدخل في طور راحة، تقف عن الغذاء والحركة وتغلق فتحة الصدفة بغشاء شمعي يحمي جسمها من فقد الماء. وها نحن نشاهد القواقع الأرضية ملتصقة على سيقان النباتات والأفرع. القوقعة بتخرج ما داخلها من رخويات لكي تتغذى. شاهد حركة هذه الرخويات من داخل القوقعة. سبحان الله، سبحانك يا رب. هذه القواقع الأرضية تخرج ما بداخلها من رخويات تتغذى على النباتات، وبالتأكيد تسبب لها أضرار. شاهد ما هي حركة الرخويات. للقواقع الأرضية هذه أنواع عديدة، منها قواقع البرسيم الزجاجية أو قوقع البرسيم الزجاجي، قواقع الحدائق البني، وهناك قواقع عديمة الصدفة تسمى البزاقات. شاهد معي حركة الرخويات بداخل القواقع الأرضية. سبحان الخالق. لا إله إلا الله. القواقع الأرضية تخرج الرخويات تصول وتجول على النبات
لتستمد منه غذاءها. شاهد هذه اللحظات الطبيعية الرائعة. سبحانك اللهم، سبحان الله. طرق انتشار هذه القواقع الرخوية على النباتات. إذا أهملنا الحشائش، يعني إهمال الحشائش يؤدي إلى انتشار هذه القواقع الأرضية على النباتات، وبالطبع إهمال العمليات الزراعية، إهمال الحرث والتقصيب وتشميس الأرض يؤدي إلى انتشار هذه القواقع الأرضية. شاهد معي هذه الحركة، حركة الرخويات وحركة القواقع الأرضية. كما أن الري الغزير يؤدي إلى انتشار هذه القواقع الأرضية لأنه يوفر بيئة مناسبة لزيادة هذه القواقع الأرضية. سبحان الله. بالطبع القواقع الأرضية هذه لها أضرار على النباتات، منها مهاجمة الأجزاء النباتية والتغذي عليها. القواقع الأرضية تسبب خسائر فادحة بمحصول الخس ومحصول البرسيم ومحصول القرنب. وكما نشاهد هذه نباتات الكرنب، هذه هي نباتات الكرنب بتعتبر عائل جيد لهذه القواقع الأرضية، حيث هذه القواقع تلتهم كميات كبيرة منها. هذه القواقع الأرضية إذا توجدت على البرسيم تسبب خسائر فادحة لحقول البرسيم، حيث تفرز مادة كريهة الرائحة تسبب عدم إقبال المواشي على البرسيم. للأسف هذه القواقع الأرضية تنقل مسببات الأمراض النباتية، يعني لو هي على نبات وانتقلت على نبات آخر تنقل له الأمراض الفيروسية والبكتيرية. للأسف عن هذه القواقع الأرضية وانتشارها على النباتات هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.